مشاهدينا، لنعود بحضراتكم مرة أخرى زي ما نوينا في بداية حلقتنا. هيكون لنا فقرة عن السياحة الجبلية، تحديدا في اليوم العالمي للجبال. طيب، هل نحن نمتلك سياحة جبلية؟ إيه طبيعة الجبال التي تصلح للسياحة في مصر؟ إيه أنواع الجبال المختلفة؟ هل عندنا رياضة تسلق الجبال؟ في بعض الناس بتمارس رياضة التزحلق على الجبال بالإضافة للمناظر الرائعة من فوق الجبال المصرية. تفاصيل كثيرة الحقيقة بطرحها على المرشد السياحي الأستاذ عبد العزيز أحمد عبد العزيز اللي منورني ومشرفني النهاردة. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. شرف لينا يا أستاذ أحمد. أهلا، فرصة سعيدة يا باشا. يعني خلينا نتكلم عن هذا اليوم العالمي للجبال. يعني هذا اليوم على مستوى العالم بالتأكيد في احتفالات على مستوى العالم بهذا اليوم، ولكن البداية كانت امتى؟ حضرتك جمعية الجمعية العامة في الأمم المتحدة اختارت يوم 11 كانون الأول اللي هو 11 ديسمبر النهاردة كاحتفال بيوم الجبال العالمي لأكثر من سبب. مبدئيا هو يوم 11 12 أو 11 كانون الأول هو أجازة رسمية في اليابان من سنين كتير فاتت قوي، بيسموه يوم الجبل، ودي أول دولة تحتفل بيه على مستوى العالم، وهو أجازة رسمية في اليابان كلها. تمام. 2002 الجمعية العامة في الأمم المتحدة ناقشت موضوع 11 كانون الأول أو 11 ديسمبر ناخده يوم الاحتفال بالجبال أو أهمية الجبال عندنا أو في حياتنا، وتم الاعتراف بيه والاحتفال بيه لأول مرة 2003 اختير يوم 11 ديسمبر احتفال بيوم الجبال العالمي، واجازه رسميه برضه في امريكا، واجازه غير مسبقه للطلبه بيشجعوهم يطلعوا الجبال ويشوفوا البيئه الجبليه كنوع من الادفنشر ونوع من المغامره ونوع من حب الطبيعه او البيئه. رائع. ازاي احنا نستفيد بده في مصر؟ يعني احنا نمتلك سلاسل جبال في مصر، استفيد بيها ازاي؟ حضرتك عندنا في مصر في اربع بيئات مختلفه. تمام. بيئه وادي النيل مساحتها تقريبا 33000 كيلومتر مربع، خلاص وادي النيل شرق وغرب، وعندنا ثلاث صحاري: الصحراء الغربيه، الصحراء الشرقيه، صحراء شبه جزيره سيناء. الصحراء الغربيه حضرتك مساحتها 688000 كيلومتر مربع، اعلى قمه فيها جبل العوينات بارتفاع تقريبا 1000 متر. تمام. عباره عن سهول اكثرها او عباره عن واحات، الواحه الخارجه، الداخله، الخارجه، الفرافره، الحاجات دي كلها. معنى كده ان الطبيعه هتختلف، يعني هنا بالزبط. ممكن تبقى الجبال فيها رمال، هنا ممكن تبقى جبال صخريه، وبناء عليه الانشطه هتختلف من مكان لاخر. احنا عندنا حضرتك في مصر يعني 4% من مساحه مصر وادي النيل، بيشكل 4% من مساحه مصر بنسبه 33000 كيلومتر مربع. بقت مساحه مصر كلها بقت ايه؟ بقت صحراء، تتقسم صحراء غربيه، صحراء شرقيه، صحراء جنوب سيناء. تمام. الصحراء الغربيه حضرتك اللي هي مساحتها 688000 كيلومتر مربع باعلى قمه جبل فيها جبل العوينات، هنستفاد فيها بايه؟ سفاري بالجبل، سفاري بالجيب، تزحلق، بس انا ما عنديش تزحلق على الجليد، هيبقى تزحلق على الرمله بقى. جميل. وسياحه مع الطبيعه. نشوف الصحراء الثانيه، الصحراء الثانيه الصحراء الشرقيه بمساحه قد ايه؟ 233000 كيلومتر مربع، عباره عن سلاسل جبال جرانيتيه وبازلتيه. اعلى ارتفاع جبل فيها جبل الاربع بارتفاع تقريبا 2200 متر. تمام. بعد كده حضرتك شبه جزيره سيناء بمساحه 60000 كيلومتر مربع مقسمه لشمال وجنوب سيناء. الجزء الجنوبي او جنوب سيناء مساحته 28000 كيلومتر مربع، عباره عن سلاسل جبال جرانيتيه بازلتيه، ترجع لنفس الحقبه اللي ظهر فيها البحر الاحمر اللي هو عصر الايوسين، عصر التقلبات الارضيه والاخدود الافريقي العظيم. جميل. نستفاد ازاي حضرتك بقى من الجبال دي؟ ما الجبال مهمه جدا في حياتنا. الجبال حضرتك بتمثل تقريبا من 15 ل 25% من نسبه السياحه على مستوى العالم. تمام. يبقى ده الاستفاده، ممكن نستفاد ازاي عن طريق السياحه؟ من 15 ل 25 من 15 ل 25 من نسبه السياحه سياحه جبليه العالم. سياحه جبليه، بس احنا ما عندناش اهتمام بالتنميه دي او تنميه النوع ده من السياحه في كل ارجاء مصر. بس السفاري موجود. تمام؟ في مصر وبقوه، يعني انا عارف ان السفاري الصحراء. اتفضل يا فندم. حضرتك السفاري يبقى كده في نشاط سياحي انا عامله فين؟ عامله في الصحراء. السياحه مبدئيا بس عشان اوضح للمستمعين او المشاهدين، السياحه معناها ايه؟ السفر الواعي المسؤول الهادف. تمام. تمام. يبقى انا بسافر بنتقل من مكان لمكان، عندي هدف اعمل سفاري. تمام. لو هنتكلم على الايتم السفاري او النوع ده من السفاري او النوع ده من السياحه اللي هي السفاري، انا حافظ على البيئه، بستمتع بيها حضرتك، وبنمي المهارات
وبحقق التنمية المستدامة للسكان اللي موجودين في المكان ده. أكيد احنا عندنا أكتر قمة عموما واخدة يعني نصيب الأسد هي قمة جبل موسى، مش قمة جبل كاترين. جبل كاترين هو يعتبر أعلى قمة عندنا في مصر كلها. جميل. بارتفاع تقريبا 2642 متر، ده ارتفاع جبل موسى. جبل كاترين، جبل موسى 2285 متر، وده الجبل المتداول طلوعه. وشك طلوع الجبل موسى بيبقى في اختلاف في طلوع الجبل، اختلاف في طلوع الجبل، في ناس بتطلع ادفنشر نوع من المغامره، في ناس حب للطبيعه، أكيد. وفي ناس بتطلع بطبع ديني. اكيد، لان هو ده الجبل اللي سيدنا موسى استلم عليه الوصايا العشر. أكيد. حتى يطلق عليه كمان مش جبل موسى بس، يطلق عليه جبل حوريب. حوريب، حوريب، ده من الاسماء اللي اطلقت عليه. والسلاسل الجبال اللي جنب دير سانت كاترين كلها اسمها جبال الحوريب او جبال حوريب. فكره تسلق الجبال او هذه الرياضه المنتشرة عالميا، هل هي موجودة في مصر وبقوة ولا لا؟ فكرة تسلق الجبال عندنا في مصر للأسف مش واخدة نصيب الأسد في الايه في النوع ده من السياحة. هي موجودة على مستوى العالم ومتطرب بها على مستوى العالم، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده بتمثل من 15-25%، بس بالنسبة لنا لسه مش واخدة نصيب الأسد. يمكن يكون نوع حضرتك مننا احنا كشعب أو كناس ما عندناش ثقافة سياحة الجبال، طلوع الجبال، امكانياتنا كاشخاص نبدا ننمي المهاره ديت عند الطالب، الطفل الصغير في البيت الاول، وبعد كده الطالب بالرحلات التشجيعيه نشجعه ونعرفه اهميه الجبال عندنا ايه. هي الجبال عموما الجبال اوتادة، هي الوتد اللي ماسك الارض. اكيد طبعا. موجوده فين؟ في الطبقه السابعه من طبقات الارض. الكره الارضيه عباره عن كتله صخريه، سبع طبقات، الطبقه اللي في الوسط جوه تمام حضرتك بيتقال عليها اللب الصلب، بعد اللب الصلب اللب السائل، بعد اللب السائل الطبقه الاولى، بعد كده الطبقه المتحوله، بعد الطبقه المتحوله الطبقه الثانيه، نيجي بعد كده طبقه الوشاح، يتبقى عندنا الطبقه السابعه البسيطه اللي في الاخر دي هي طبقه القشره الارضيه اللي احنا عليه. أيوه. تمام. على ما الارض من لبها من جوه او الارض نفسها عباره عن صخر بيغطيها 73% ميه اللي هي بتمثل المحيطات والانهار والبحيرات. يبقى الارض في اصلها صخر، اصلها جبل، صخور على مستوى العالم فيها لوح تكتونيه ماسكه العالم كله، الكره الارضيه. تمام. هم كام لوح تكتوني؟ 9 كبار قوي مسمينهم الصفائح التكتونيه، اكبرهم صفيحه اللي ماسكه او اللي موجوده في المحيط الهادي، وبقيه الصفائح اللي موجوده هي الكرات. طيب. تمام كده حضرتك؟ ارجع تاني لرياضه تسلق الجبال. يعني هي بيبقى فيها احيانا نوع من انواع المخاطر، يعني انت لو مش متمرس بشكل كبير في مساله تسلق الجبال، وطبعا في الخارج هم محترفين في هذا الامر. تمام. ففي شقين، شق امكانياتك البدنيه اللي تسمح بهذا التسلق ومهاراتك، في نفس الوقت فكره ان البعض كان يتسلق الجبال وممكن يتوه فوق، وهنا يكون الدليل والمرشد اللي موجود معاهم يكون امر مهم جدا. متفق عليه صح. فيعني خلينا نعرف ده نسوق له دوليا ازاي، يعني سواء اذا كان احنا كمصريين نبدا في هذه الممارسه، ممارسه هذه الرياضه، رياضه التسلق، التشجيع على اقتحام رحلات السفاري. يعني حتى المصريين عادة مرتبطين في حالة المدن الشاطئية، أو مثلا لو هيروحوا سياحة شاطئية زي الغردقة وشرم هو يرتبط أكثر بالمياه، يعني يرتبط أكثر بنزول البحر أو لو في رياضة بحرية، ولكن فكرة السفاري لسه مش متأصلة. يعني صح. يعني الأجانب أكثر أو السياحة الوافدة اكتر، تلاقيهم متحمسين انهم ياخدوا البيتش باجي ويخرجوا بره حتى لو الخيول وينزلوا على البحر او الجمال او ما الى ذلك او الموتوسيكلات، لكن حته السفاري للمصريين اعتقد انها مش موجوده. ننمي ده ازاي بدري؟ فكره لسه هي فكره جديده عندنا بالنسبه لنا كمجتمع، ان احنا ننمي فكره السفاري او الجبل او اهميه البيئه والطبيعه بالنسبه لنا. لا، احنا نبدا بيها كناشئ بقى، نبدا بيها الاول كنوع من التربيه في البيت، وبعد كده بالرحلات التشجيعيه في المدارس، بحيث الطلبه دول لما يكبروا حضرتك يبداوا يعرفوا قيمه الجبل، قيمه السفاري، قيمه النوع ده من السياحه عندنا، وازاي هم يقدروا يستفادوا منه. لان للاسف يعني معظم الشباب او الجيل الجديد يعني للاسف مهلهل صحيا، يعني عنده نوع من الهلال الصحيه، ما عندوش قدره ان هو يطلع جبل موسى. انا حضرتك من ضمن الناس طلعت الجبل كتير الحمد لله رب العالمين. تسلق ولا برضه بيبقى يعني في ولا في دروب تؤدي الى هي دروب حضرتك؟ جبل موسى في طريقين لصعود الجبل او النزول منه، والطريق الممهد العادي اللي هو طريق الجمال.
او ضرب او زي ضرب الأربعين مثلا حضرتك او الطريق المهد العادي. وفي طريق تاني عباره عن سلالم تقريبا 3000 سلمه لفوق. ارتفاع جبل حضرتك لما يبقى ارتفاعه 2285 متر على مستوى سطح البحر. حضرتك طلعت على طريق السلالم 3000 سلمه؟ 3000 سلمه محدش بيطلع عليه. لانه صعب جدا. طبعا. يعني حتى هو النزول من عليه برضه بياخد وقت. عموما الطريق المهد هو ده اللي الناس بتطلعه. جميل. من ضمن الصدف الجميله انا كان معايا مره رحله يعني للاسف الحمد لله يعني كان كلها مصريين وشباب ما شاء الله عليهم الله يبارك فيهم يعني. اتفضلوا يا جماعه شرحت لهم الجبل وانا بستعان في حاجه زي دي لازم اخد دليل بدوي معايا. كنوع من التنميه المستدامه ماشي كنوع في من خطوره الناس تتوه او يعني لا. تفقد الضرب او ما الى ذلك صعب يعني صعب جدا حد يتوه في جبل موسى صعب يعني معروف قوي لان هو معروف والطريق معروف والمجموعه اللي بتطلع مش مجموعه لوحدها لان في اوقات وفي تامين وفي كل حاجه على الجبل وفي كافيتريات على الجبل وفي اماكن راحه كتير يعني الموضوع شيق وممتع قوي الفيدباك للمصريين والفيدباك للاجانب في يعني المردود ايه على صعود الجبل او على هذه المغامره الجميله جدا وجهه النظر مختلفه بقى في ناس هتطلع الجبل كنوع من ادفنشر مغامره تمام وفي ناس بتطلع محبي للطبيعه طب في ناس تانية في نوع تاني من الناس بيطلعوا جبل موسى حج بيطلعوا يحجوا على جبل موسى جبل الوصايا العشر يا جماعه اللي سيدنا موسى استلم من عليه الوصايا العشر ده جبل المقدس يبقوا مجاميع كبيره في السن ما شاء الله عليهم وماشي بالعصا او ماشيه بالعصا مش عاوز يركب جمل ومش عاوز مساعده من حد زي ما سيدنا موسى طلع الجبل انا هطلع زيه تمام المهاره دي احنا عايزين ننمها عندنا القوه البدنيه عند الناشئ المصري الجيل الجديد الجيل اللي بقى معظمه للاسف مهلل صحيا طب اطلعوا يا جماعه الجبل اتفضلوا اطلعوا ان شاء الله نص ساعه حضرتك لقيتهم قالوا حضرتك فين حضرتي فين الخير حضرتك حصل ايه لا مش قادرين نكمل الجبل تابوا مش قادرين يكملوا الجبل ده يا جماعه ده انت نص ساعه لسه قدامكم ساعتين ان شاء الله على ما تطلعوا يعني طولوا بالكم يعني حضراتكم الموضوع ممتع جميل ماشي في ساعتين ونص بالظبط في حدود ساعتين ونص لثلاث ساعات انا طلعت قبل كده فقال لي يعني كان رقم قياسي يعني عملته انا وحد يعني من تمام. من صحابي كان جست طلعت الجبل تقريبا في حدود ساعه وربع عشان كده بنقول الرياضه دايما مهمه يعني انك تحافظ على لياقتك البدنيه تحافظ على صحتك تكون قادر على ان انت تتسلق جبل زي جبل موسى انا عارف ان مش الكل قادر على هذا الامر ولكن دي بلدنا ويعني فكره ان انا اتسلق وحتى لو هصور انا واصدقائي هذه الرحله تتسجل بالكامل فيديو وتتقطع وتتحط على المواقع المختلفه تبقى احسن دعايه لبلدك يعني انا شايف ان ده ممكن يساهم بشكل كبير كدعايه للسياحه الجبليه في مصر حضرتك دلوقتي رقمنه الكونكشن رقمنه العالم كله ورقمنه الاجهزه في الدوله واستخدامنا لمواقع كتير تواصل زي مواقع كتير طبعا تمام حضرتك الصور اللي انا بحطها بروفايل بالنسبه لي مثلا انا بالنسبه لحضرتك تفرق لان احنا بسبب شغلنا احنا محتكين كتير باجانب على الاجنبي البروفايل لو الصوره بتاعتك كويسه مكان كويس ممتع بيسالك عليه او جه مره بيجي تاني وعايز يروح المكان اللي انت رحته ده تمام جبل موسى انا حضرتك مثلا طلعت الجبل صورت الصوره كويسه على الجبل وشيرتها كتير بيسالوني اللي ما طلعش الجبل عاوز يطلع الجبل طب تتعمل ازاي الرحله دي يبقى انا بنمي حاجه زي دي لو انا عملت كده وناس كتير عملت بالشكل ده احنا شجعنا السياحه طب الرحله دي مكلفه لا مش مكلفه جدا يعني الكوست بتاعها عالي مثلا الكوست بتاعها سهل جدا وبالنسبه للمصريين بيبقى اقل كتير اقل كوست دايما للمصريين اكيد تمام برغم ان هي محميه طبيعيه المنطقه موجوده في محميه سانت كاترين محميه طبيعيه وبتكلف كوست وفي دليل بدوي وفي تصريح وفي حاجات كتير بتكلف بس هي حضرتك كلها كوستها يبقى في الاخر كلام بسيط بسيط جدا ده ممكن يبقى وجبه يعني يعني انا قعدنا مثلا حضرتك اكلنا حاجه كويسه احنا دفعنا سعر الرحله دي ما كلفتنيش حاجه الفيو عامل ازاي من فوق الفيو تحفه ما يعني برضو خلينا نفهم الناس تحفة اللي بذل هذا المجهود عشان يتسلق ساعتين ونص ثلاث ساعات عشان يوصل لقمه جبل موسى جبل موسى هيشوف ايه من فوق جبل موسى حضرتك من فوق هو جبل كاترين هو في الاصل جبل واحد بقمتين تمام القمه الاعلى جبل كاترين او قمه جبل سينا بيتقال عليها 2600 تمام 2600 متر تقريبا والقمه الثانيه جبل موسى 2285 متر تطلع من فوق حضرتك انت شايف كل سلاسل الجبال اقل منك تحت على ما انت شايف الشمس بتتولد من جديد
يعني لازم تروح في شروق الشمس. يعني حضرتك في ناس بتطلع في شروق وفي ناس بتطلع غروب الشمس. تمام. عموما الشمس في شروق الشمس امتع كتير. في الشروق هيبقى ممتع وهتقدر تنزل جدا. وتقدر تنزل قبل الغروب يعني بدل ما هتحضر الغروب هتضطر انك انت بالزبط. مثلا تبقى موجود فتره الليل صعب انك تنزل بتالي فتره الليل من على الجبل. ممتع جدا ممتع جدا ممتع جدا شروق الشمس من فوق يعني نوع من روحانيات حضرتك ومن نقاء الهواء طبعا ومن نظافه الجو هناك يعني حتى الخديوي وعباس عمل لنفسه قصر هناك للاستشفاء بس ما كملش يعني توفى قبل ما ايه تجربه اكثر من رائعه فكره يعني المكان والجبال او انك تستمتع بوجودك فوق قمه جبل موسى يعني امر رائع في لغاية. عندنا جبال كتير برضه هو مستر احمد حضرتك برضه مهمه جدا في مصر زي ايه مثلا سانت كاترين جبل كاترين نفسه جبل ام شومر ده بالنسبه لجنوب سيناء جبل الاربع جبل العوينات موجودين في الصحراء الشرقيه تمام هي اعلى قمه في الصحراء الشرقيه هو جبل الاربع بارتفاع 2200 متر جبل العوينات جبل حماطه كل الاماكن ديت حضرتك اماكن جميله جدا وجبال جميله جدا وطبيعه جميله قوي نطلع ونتمتع بيها نستمتع بيها ونعمل نوع من التنميه المستدامه اللي احنا محتاجينها في جبال بتبقى ملاصقه لشاطئ البحر فبالتاكيد المنظر او الفيو من فوق هذه الجبال هيكون منظر اكثر من رائع حضرتك الجبال اللي هتبقى ملاصقه للبحر هتبقى البحر الاحمر سلاسل جبال البحر الاحمر في مصر اكيد جبال سيناء في جنوب سيناء جبال عدن والحجاز ما يخص الايه ما يخص السعوديه على ما الجبال ديت مع المنظر البحر وشروق الشمس حاجه تحفه كلمه اخيره عشان وقتنا خلص لكل المصريين الحقيقه علشان خاطر يتمتعوا بهذه الرياضه الجبليه او بتسلق الجبال او بالصعود الى قمم الجبال تقول لهم ايه ننمي المهاره دي عندنا نحب بيئتنا نحب بيئتنا ننمي المهاره دي عندنا نربي حب بلدنا وحب الجبال وحب الطبيعه في النشء اللي طالع عندنا لان هو ده النشء اللي هيمسك زمام الامور فيما بعد يبقى هو مستعد نفسيا وجسديا وعقليا للنوع ده من السياحه وحب الطبيعه هو هينمو ويكبر ويطور احسن مننا دلوقتي اتفق مع حضرتك وبشكرك شكرا جزيلا المرشد السياحي الاستاذ عبد العزيز احمد عبد العزيز نورتنا وشرفتنا واضفتنا شرف جزيلا ومنصبح تسلم لي تسلم لي صباح الخير مشاهدينا لحد هنا بنوصل معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم غدا فريق عمل جديد